شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان بدء استلام القمح المحلي بصوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. وأشار المحافظ خلال تفقده الصوامع إلى أنها تقام على مساحة 4500 متر مربع تقريبا بسعة تخزينية حالية تبلغ حوالي 16000 طن، معلنا أن الكمية التي جرى توريدها من القمح بالمحافظة حتى الآن بلغت حوالي 5600 طن من القمح. وأكد محافظ بورسعيد على أنه يتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما جرى تشكيل لجان خاصة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح. نحتفل النهارده ان احنا بنفتح اول ثاني صومعه موجوده بورسعيد تبع قطاع خاص، انها بتستقبل القمح المصري بطاقه 16000 طن ان شاء الله. وهذه الصوامع العظيمه ديت جنبها مطحن، ان احنا نقلل اعمال التكلفه وعم تكلفه الاعمال اللوجستيات من نقل منه الى، بالاضافه ان هذه الصوامع موجوده في جنوب بورسعيد قريبه قوي من المناطق الزراعيه اللي في جنوب بورسعيد اللي مزروعه النهارده اكثر من 10000 فدان في جنوب بورسعيد. عندنا المستهدف في محافظه بورسعيد السنه دي ما يقرب من 26000 طن، وبالتالي طبعا النهارده وصلنا يمكن 3800 وشويه، ما يقرب من 4000 طن موجود قمح على ارض المدينه الباسله. علما بان محافظه بورسعيد ليست من المدن الزراعيه، ولكن الحمد لله موسم ناجح بكل المقاييس. بنشكر معالي الرئيس عبد الفتاح، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي سعاده المحافظ محافظ بورسعيد على كل الدعم اللي مقدمينه الفلاح هذا العام.